عبد المحسن القطان رجل فلسطين اللي جمع بين استراتيجيات رجل الأعمال وفكر المعلم، استلهم من السكاكيني. هو بيحاور الأصدقاء وأيضاً بيختلف معهم ليكون في تركيبة فريدة لرجل اسمه عبد المحسن القطان ومؤسسة عريقة تحمل اسمه. عبد المحسن القطان إنسان تخطى الحدود، قدر يعيش حياته بشغف، قدر يعيش حياة يعطي الاهتمام اللازم للعائلة، ولكن للعائلة الكبيرة كمان وللشعب الفلسطيني بشكل عام. عبد المحسن القطان وزوجته ليلى ثنائي بدأوا حياتهم كمعلمين بالكويت، آمنوا بالعلم والمعرفة وتأثيرها على الشعوب، لهيك كانت صلب اهتمامهم واهتمام المؤسسة. ركزت المؤسسة عملها في برامج طويلة المدى في التعليم والعمل سنوياً مع مئات المعلمين والمعلمات الفلسطينيين، إضافة لبرامج الثقافة والفنون وبرامج طموح في مجال الطفولة في مدينة غزة، لتكون برامج متنوعة بتشمل كل جزء من فلسطين التاريخية. مؤسسة عبد المحسن القطان كانت حلم يراود ليس فقط عبد المحسن القطان بس كمان زوجته ليلى منذ عقود، وبالبداية تركز بمساعدة الطلاب الفلسطينيين في تحصيلهم الجامعي. وجودك في العالم يعني أنك تعي دورك فيه، مقولة طبقها عبد المحسن القطان قولاً وفعلاً، فكانت المؤسسة اللي بتحمل اسمه بتحاكي رؤيته وإنسانيته. كان يشارك بكل الجلسات الفكرية خاصةً اللي من خلالها تم تحديد مسارات عمل المؤسسة، ولكن مع بناء الطاقم وتمكين الطاقم على الصعيد الإداري والبرامجي وتحديد المحاور العمل، تدخله كان خف بشكل تدريجي، ولكن توجيهاته استمرت لآخر يوم. يعني اللي بحب أقوله إنه المؤسسة موجودة لمساعدة الأفراد لحتى يكونوا هم عناصر تغيير بالمجتمع، وهم بدورهم ومن خلال إبداعاتهم هدول بيأثروا على المشاهد، بيأثروا على المشاهدين وبيطرحوا الأسئلة وبيطرحوا التساؤل اللازم لدى الناس، اللي بنتأمل من خلاله إنه يكون في حوار مجتمعي حول الأمور اللي بتهمنا، ومن خلال الحوار المجتمعي هذا يكون وسيلة للتغيير الإيجابي بالمجتمع. دائماً كان يرددها، يقول العطاء مش بس بالمال، كل واحد منا بيقدر يعطي، كل واحد منا بيقدر يعطي بطريقته الخاصة، نقدر نتطوع، نقدر نعطي حب ومشاعر للآخرين اللي حوالينا، هذا كمان عطاء. كان تلميذ لخليل السكاكيني، وبأول يوم له في المدرسة الدستورية على ما أعتقد اللي كان يرأسها خليل، أسسها وكان يرأسها خليل السكاكيني، دخل عليهم خليل السكاكيني وسألهم عن أسمائهم الطلاب الجدد بالمدرسة، فلما عبد المحسن القطان قال له اسمي عبد المحسن حسن علي القطان، كان رد خليل السكاكيني إنه لا تكن عبدا ولكن كن المحسن، وهذا كثير أثر بحياته طبعا، إضافة لتعاليم السكاكيني. إنسانيته ووصية معلمه لا تكن عبدا كن المحسن، هيك وصاه خليل السكاكيني اللي بدوره سمع وأصغى وبنى مصيره ليرحل وهو المحسن بتاريخ 4 ديسمبر 2017، تارك وراه نموذج للإنسان اسمه عبد المحسن القطان. منار الطل، رؤيا.